مليون مبروك لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. البطوله الافريقيه رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي تضاف الى سجل النادي الاهلي. معي في هذه الاثناء كابتن وقائد النادي الاهلي القيمه والقامه كابتن محمد الشناوي، اللي النهارده بيعمل رقمين قياسيين يعني اول مره يحصلوا في تاريخ النادي الاهلي. اول كابتن في تاريخ النادي الاهلي يرفع دوري ابطال افريقيا 4 مرات، واول حارس سواء في الكره المصريه او في الكره الافريقيه يحصل على دوري ابطال افريقيا 4 مرات. مليون مبروك يا كابتن شناوي، اعتقد رقمين قياسيين بيسجلوا للقيمه والقامه الكابتن محمد الشناوي. الحمد لله طبعا، يعني طبعا اهم حاجه ببارك طبعا للاداره، وببارك للعيبه، وببارك للجمهور اللي جه النهارده عشان ناخد ال 12. طبعا انت بتقول النهارده اللي انا بالنسبه لي دي رابع بطوله ليا ارفعها، بالنسبه لي رقم قياسي ليا، مش ليا لوحدي، لا للفرقه ديت. الفرقه دي هي اللي عملت التاريخ، المجموعه ديت، الجيل ده عمل تاريخ كبير جدا. النهارده خمس مره على التوالي نهائي، النهارده واصل النهارده واخد ال 12. انا بقالي هنا في النادي 8 سنين واصل 6 افريقيا نهائي، الحمد لله واخد منهم 4. لولا ان انا اكون في النادي الاهلي، ونادي الاهلي في ظهري والجمهور واللعيبه ديت، اللعيب ده عمل تاريخ، اللعيبه لازم تفتخر بنفسها، عشان الجيل ده بجد 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 عمل تاريخ لنفسه، وعملت وحاطط اسمه زي ما بيقولوا من ذهب. انا بقول لكم الف مبروك، وبقول لهم ان شاء الله ان شاء الله ناخد البطولات اللي جايه، نفرح الفتره ديت، ونقعد نفرح ونرقص زي ما بيقولوا، والجمهور يفرح يفتخر بالجيل ده. لازم الجمهور يفتخر بالجيل ده اللي احنا الحمد لله كل البطولات اللي بنخش فيها الحمد لله الحمد لله 90% بناخدها. وبقول الف الف مبروك للجيل ده. هي ليله الارقام القياسيه، بطوله دوري ابطال افريقيا ابتدت 1964، احنا في 2024 لاول مره في تاريخ افريقيا فريق يوصل للمباراه النهائيه وياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف وحيد، امر بيحسب لحراسه مرمى النادي الاهلي كابتن شناوي شوبير وخط دفاع النادي الاهلي. اكيد 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 طبعا، يعني عاملين تاريخ طبعا، وعاملين ارقام كويسه جدا اللي احنا ناخد البطوله بجون واحد بس. الحمد لله ما انا جالي الاصابه في ولاد النادي الاهلي، في شوبير، في مصطفى مخلوف، في حمزه، في زنفولي دلوقتي موجود، كل اللي موجودين حتى اللي جوه الناشئين، انا بقول لهم الف مبروك. وبالنسبه لي شوبير هو اخ صغير ليا، وانا اكتر واحد اتبسط له ان هو بالمستوى ده، اللي احنا في الاول وفي الاخر بنلعب بحاجه اسمها النادي الاهلي. النادي الاهلي اهم حاجه، هو قدامنا بيبقى قدامنا على طول باصين اللي هو قدامنا النادي الاهلي، ومصلحه النادي الاهلي اهم من اي حد. كبير يا كابتن شناوي، عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا. في المؤتمر الصحفي بالامس قلت كلمه سيستم النادي الاهلي 3 مرات، قلتها. انا دخلت النادي الاهلي وانا صغير عارف سيستم النادي الاهلي، اللاعب الجديد اللي دخل على النادي الاهلي عارف سيستم النادي الاهلي، واحنا موجودين كلنا عارفين سيستم النادي الاهلي. كلمه دي كبيره قوي، مش مجرد كلمه بتتقال. اكيد طبعا، في كل المؤتمرات اللي انا بطلع فيها وبتكلم فيها سيستم النادي الاهلي هو بالنسبه له البطوله. يعني ايه اي بطوله بنخشها بالنسبه لنا تبقى هي ناخدها، لو ما خدناهاش زي ما بقول اكننا خسرنا البطوله، بنبقى الاخير. هو انت لو خدت البطوله انت رقم واحد، ما خدتش البطوله الثاني الثالث الرابع كله زي بعضه زي ما توصل للاخير. عشان كده السيستم، اي حد لعيب جديد بيجي واللعيبه اللي موجوده دي عارفه يعني ايه السيستم، وعارفه يعني ايه اللي احنا كلنا ايد واحده وقلب واحد، واهم حاجه عارفين ان البطوله بالنسبه لنا هي البطوله اللي احنا ناخدها، عشان في الاخر لو ما خدناهاش كلنا بنزعل وبنزعل جمهورنا، الجمهور اللي ورانا. واللعيبه دي بصراحه جيل محترم، وجيل لازم النادي كله والجمهور كله يفتخر بيه. مليون مبروك يا كابتن مصر، ومستنيين منكم كتير ان شاء الله. الله، شكرا.